رحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، اكيد هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجة عايز اتكلم فيها تحت شعار ضربني وبكى سبقني واشتكى، الاسماعيلي بعد مهزلة كروية بالأمس وفضيحة جديدة في سمعة وسورة الكرة المصرية وانسحاب وتعطيل الملعب حوالي ربع ساعة في مباراة الأمس الإسماعيلي والمقاولون العرب، الإسماعيلي النهاردة بيتقدم بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، بيطالب فيها بمعاقبة الحكم محمد يوسف لأنه شاف شغله واحتسب ضرب الجزاء ضد الاسماعيلي وما قررش ان هو يحتوي الاسماعيلي ويخالف ضميره ضد الاسماعيلي، وكمان بيطالبوا بثلاث نقاط للمباراة بسبب ان نادي المقاولين العرب اشرق فاروق كابوري نور الدين لاعب المقاولين، وان اللاعب كان عنده ثلاث انذارات قبل المباراة، اللاعب حصل على ست انذارات ده وفقا لشكوى نادي الاسماعيلي. مباراة اخر ثلاث مباريات حصل على انذار قدام الزمالك، الانذار الثاني حصل قدام الجيش، الانذار الثالث حصل قدام فاركو، يبقى كده ثلاث انذارات، يبقى كان من المفترض ان يتم ايقافه في مباراة المقاولون والاسماعيلي. ولكن مسؤول نادي المقاولون العرب اكدوا ان اللاعب اللي حصل في الدقيقة 98 على الانذار كان اللاعب احمد علاء مش فاروقة، وبكده يبقى فاروقة عنده انذارين مش ثلاث انذارات. هنشوف اتحاد الكورة هيرد بايه وربطة الاندية والعقوبات اللي من المفترض تطلع ضد الفضيحة الكارثية اللي عملها نادي الاسماعيلي. النهاردة نادي الاهلي بيفتتح فرع جديد، نادي الاهلي تحت مظلة وقيادة مجلس ادارة الكابتن محمود الخطيب، واللي لازم واحنا النهارده بنفتتح فرع جديد، الفرع الرابع، الفرع الخامس، عشان الناس اللي بتقول لي فرع خامس في الاقصر، ده فرع حق انتفاع ما هوش ملكيه خاصه للنادي الاهلي، احنا بنتكلم على الحاجه اللي في ايدينا بتاعتنا بالنسبه للنادي الاهلي، الفرع الرابع فيها التجمع الخامس. نادي الاهلي النهارده بيفتتح صرح عظيم، صرح هيوفر الاف من فرص العمل للشباب، فرع هيرفع من القيمة التسويقية للنادي الأهلي، من القيمة التسويقية للأرض اللي حوالين فرع النادي الأهلي في التجمع الخامس، بتزود إيرادات الدولة، بتزود كل حاجة داخل الدولة، في الوقت اللي في نادي تاني بيخرب كل حاجة، بيدمر كل حاجة، بيسيء لسمعتنا خارجياً، رمي بلا على الدولة، أرض اتخصصت لهذا النادي بقاله أربع سنين معطلها، لا قادر يحط طوبة ولا قادر يرفع شكارة أسمنت فيها ولا عارف يعمل أي حاجة في أي حاجة، أرض لو اتباعت دلوقتي تدخل للدولة مليارات، تدخل للدولة مليارات. ومع هذا بيطلع بعض البلهاء بعض السفهاء يتحججوا ويقولوا اصل الاهلي نادي الدولة، لو الاهلي باللي بيعمله ده كله من انجازات ونهضة وتطوير في الرياضة المصرية وفي البنية التحتية للرياضة المصرية يبقى نادي الدولة، يا الف اهلا وسهلا بان النادي الاهلي نادي الدولة، احسن من نادي بقاله شهور مش قادر يصرف مرتبات للاعبين، بقاله ست شهور مش قادر يصرف في ألعاب الصلاة، بقاله شهور وشهور مش قادر يصرف مرتبات للموظفين والعمال، عليه مديونيات للدولة، عليه مديونيات الضرائب والتأمينات و و و و وتطلع تقول لي الأهلي نادي الدولة؟ ده الأهلي هو اللي بيشرف الدولة. عارف أنت ولي الأمر اللي يبقى والأب اللي يبقى عنده كذا عيل أو كذا ابن، واحد فيهم هو اللي رفع راسه لعنان السماء والباقي خاسف بيها الارض. عايز اقول بيتسو موسيماني بيضرب من جديد، بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الاهلي والمدير الفني الحالي لاهل جده السعودي، بعد تصريحاته بالامس لقناه البين سبورتس القطريه، النهارده الراجل طلع بتصريح جديد ردا على مرتضى منصور، قال لك الاهلي لو لعب الزمالك يقدر يكسب الزمالك وهو مغمض عينيه. طبعا التصريح ده
تصريح مقتضب. هو كلمتين ورد غطاهم لس، لكن تفسيرهم كبير جدا ومعناهم كبير جدا. ان انا كموسيماني ما ينفعش في الوقت الراهن اجي ادرب الزمالك، الزمالك مين اللي دربه؟ ده فرقة واقعة، ده فرقة لو الاهلي لعبها وهو نايم هيكسبها. الاهلي وانا مغمض عينيا كده وبدربه كنت بكسب الزمالك، فازاي هنزل انا من المستوى والليفل اللي انا وصلت له مع النادي الاهلي ان ادرب الزمالك في الفترة الراهنة؟ ما اقدرش اغامر باسمي وغامر بسمعتي وادرب فرقة زي نادي الزمالك. خلي بالك تصريحات بيتسو موسيماني اثارت الغضب والانفعال لدى السيد خوان كارلوس اوزيريو. اوزيريو يقول لك يعني انا جاي لعرض من كلوب امريكا المكسيكي، فرقة كل سنة بتلعب على امريكا الشمالية وبتروح تلعب كاس عالم مع مونتيري والدنيا زبادي في الخلاط، اجي انا بعد ما ارفض كلوب امريكا تروح انت تتفاوض مع مدرب تاني؟ ده خلاص بقى المقامات راحت يا اكسلانس، خلاص. يعني ايه يا بيه انا قاعد معاك ومكمل معاك وليه عقد معاك رايح تتفاوض مع بيتسو موسيماني؟ نادي الزمالك من سنه كان في النادي الاهلي اربع بنات بيلعبوا كره طايره سيدات في النادي الاهلي، تم اغراءهم بالمال ارقام ثلاث اربع اضعاف الارقام اللي بياخدوها في النادي الاهلي. ودايما بأتذكر وأذكر نفسي بمقولة المهندس عدلي القيعي، سهل جدا إن الأندية تقول لك هديك 100 و200 بس مش هتاخد منهم جنيه واحد، لكن الأهلي لما بيقول لك هديك 5 قروش أنت ضامن ال5 قروش بالمواعيد اللي هيحددها لك النادي الأهلي. النهارده كابتن أحمد فتحي مدرب الطايرة لفريق السيدات في نادي الزمالك رحل عن الزمالك لتدريب نادي سموحة. أي نعم هيدرب سموحة رجال، لكن مدرب واخد بطولتين مع الزمالك منهم بطولة قارية وبطولة كأس مصر، ما راحش نادي كبير مثلا زي النادي الأهلي، رايح نادي أقل، يبقى ده معناه إن اللي بيتقال صح. إيه اللي بيتقال؟ اللي بيتقال إن ألعاب الزمالك ألعاب الصالات ما بياخدوش مرتبات. السؤال لبنات نادي الزمالك، ويمكن قلت الموضوع دوت من فترة بعد ما خسروا الدوري، اتقال لهم كده يا إما توافقوا على تخفيض الرواتب بتاعتكم للنص يا إما تشوفوا لكم نادي تاني، هاتوا عرض واتكلوا على الله. هو ده الفرق، هو ده الفرق ما بين نادي بيقول لك انا هديك 2 جنيه ونادي تاني يقول لك هديك 500 جنيه، ابو 500 ما بيدكش نص جنيه. بس الاهلي لما يقول لك هديك 2 جنيه هديك 2 جنيه. أسامة نبيه لما خلف ولد سماه يوسف. والله أسامة نبيه اللي جماهير الزمالك قعدت تتفشخر وتتباهى بيه هي واحمد عفيفي، واسامه نبيه لما خلف ولد سماه يوسف. اسامه نبيه ابن الزمالك البار ابن النادي بيعلن رحيل وانتهاء علاقه ابنه بنادي الزمالك بشكل نهائي. اسامه نبيه بيعلن اسامه علاقته انتهت، او يوسف اسامه نبيه علاقته انتهت بالزمالك للابد. قال لك اللاعب متجمد بقاله اكتر من شهر وما حصلش اي اتصالات، واللاعب مضى في نادي بيراميدز وخلص في نادي بيراميدز. نادي الزمالك احمد الخضري ده رئيس المنظومة الاعلامية في نادي الزمالك سابقا ورئيس مجلة نادي الزمالك سابقا، قال لك الدوري السعودي اقوى من الدوري المصري. طبعا دي مش محتاجة جدال، دي بديهيات في الكورة. الدوري السعودي اقوى بمراحل من الدوري المصري. يعني لو هعمل نسبة وتناسب ما بين الدوري المصري والدوري السعودي
في الانفاق وجودة النقل وجودة اللعيبة والاسماء المدربين واسماء اللعيبة والحضور الجماهيري، مفيش مقارنة، مع احترامي الكامل لا يوجد اي مقارنة. الدوري السعودي لو هقول 10 من 10، انا هدي الدوري المصري 1 من 10 او 2 من 10. اتمنى طبعا، انا بقول الكلام ده وانا قلبي بيعتصر، لان في الاول وفي الاخر انا مصري ونفسي بلدي والكرة في بلدي تبقى احسن ما يكون، لكن عمر الكرة ما هتكون احسن ما يكون واحنا بنشوف التصوير والنقل بالشكل المزري ده، واحنا بنشوف ارضيات ملاعب بالشكل المقرف ده. على فكرة احنا لو امكانياتنا قليلة كنت اقول لك دي امكانياتنا ويعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، لكن للأسف الشديد مصر بتصرف فلوس كتير، والله البلد بتصرف فلوس كتير على تطوير الملاعب وتطوير النقل والكلام ده كله، لكن للأسف الشديد محتاجين مسؤولين عن الكورة في مصر بالتحديد يكون عندهم ضمير، يكون عندهم ضمير ويحددوا أوجه الإنفاق الصحيح والسليم، مش حط في الدرج وحط في الكرش وخلاص. احمد الخضري قال ان الاهلي لو قعد في البيت ما يلعبش خالص هيكسب برضو الدوري عادي جدا، ده مش لان الاهلي ننوس عين الدولة، ده لان الفرق التانية المتنافسة هي اللي بتوقع بعضها ببعضها. نادي الاهلي في اول رد فعل ليه على الدلدول خليفة فطوطة قزم الاعلام، ما هو كلهم اصلا فطوطة، كتكوت فطوطة وبلية الدلدول فطوطة، كلهم اقزام في اعلام المصطبة. في اعلام محترم نزيه وفي اعلام مصطبة، اعلام المصطبة اللي بيضم كتكوت وفتفوت والدلدول والهزازين والناس دول. نادي الاهلي في اول رد فعل على الدلدول مسح بكرامته الارض. نادي الاهلي قال لك حمدي ما طلبش اي جلسة مع الكابتن محمود الخطيب من الاساس، ما طلبش الجلوس مع، يعني ما قعدش معاه يمضي على الاطباق، لا يعني حمدي فتحي مش عايز يمشي، مش عايز، ما طلبش من الاهلي انه يوافقه او اشترط انه يتم الموافقه، لا. طب الدلدول اللي طلع، الكتكوت اللي طلع قال كده، ده بني ادم حقير. عرفتوا الغرض الدنيء؟ عرفتوا الغرض القذر؟ عرفتوا ولا لسه ما عرفتوش؟ عرفتوا ان الكتكوت شوية الدولارات اللي بيجيله من بره بيجيله عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر يعمل ايه؟ عايز اقول سليمان وهدان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك يضرب ولا يبالي. عارف انت لما تحط القاضية في الحتة الفاضية، سليمان وهدان النهاردة له تصريح قلب الدنيا بيه. طبعا سليمان وهدان يعلم العلاقة ما بين مرتضى منصور وما بين الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. سليمان وهدان النهاردة بيقول لك تجمعني علاقة قوية بكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. يا منجي نجي، يا منجي نجي، ده كده مرتضى منصور مش بس هيسقط عضويتك، ده مش هيخليك تهوب من الزمالك 5 كيلو. يعني الراجل محمود الخطيب عمال يحبس فيه ويرفع عليه قضايا، وانت علاقتك طيبة ببتوع الاهلي، ده الزملكاوية مش هيسيبوك يا استاذ سليمان. استاذ سليمان لك كل الاحترام والتقدير من كل جماهير النادي الاهلي، انت انسان محترم، والنادي الاهلي وجمهور الاهلي يقدر ويجل كل حد محترم. انت في قلوب كل الاهلاوية يا استاذ سليمان. انا عارف ان النهاردة هزاز الرؤوس اللي عندهم حالة من الهيجان والاكلان هيطلعوا يهاجموك النهاردة، وهيطلعوا يعني يتهموك باتهامات لا حصر لها. لا تيأس، كلنا في ظهرك، كلنا بندعمك،
لأن المحترم بنقف جنبه، وقليلات الأدب الهزازين لازم نكشفهم قدام الناس كلها في حالة من الهيجان والأكلان لدى قناة البليلة بسبب الحضور الجماهيري في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا. بتوع البليلة عمالين بيهاجموا المسؤولين عشان وافقوا على زيادة العدد الخاص بمباراة الأهلي والوداد. خلصت أخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. شكرا لكم.